بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. نكمل معكم دورة تصميم الفوتوشوب المنعقدة في المركز الثقافي العثماني. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن أداة يعني لا غنى عنها، لا المهية للمصمم، واللي تعتبر يعني إتقانها من اللي هو مهارات المصمم. طبعا التصميم يا شباب له أكثر من برنامج، زي اللي في عندنا هذا الفوتوشوب والإستريتور وغيره من البرامج الأخرى، واللي هي يعني تعتبر اللي هي أداة البن تول من اللي هي من الأدوات المهمة. كيف احنا نتعامل معاها؟ هذه بتيجي مع الممارسة واللي هو ومعرفة اللي هو ايش يا شباب، ومعرفة كيف نستخدمها. شفنا في المحاضرات الماضية كيف نستخدم البنتول، لما شفنا كيف نعمل الشهادة او كيف نعمل اللي هو اللوجو. اليوم بدنا نشوف يعني نكمل في هذا الإطار، خاصة لما نيجي نتعامل مع صور معقدة، وقد يعني اللي هو يعني له أكثر من يعني زي ما شفنا الصور الموجودين عندنا لها أكثر من إيش، من منحنى من تمام يا شباب. نبدأ على بركة الله الآن ونضيف أول إشي. بدناش إحنا هالوقت لا برنت ولا إشي، بدنا شغلة يعني بسيطة هنا كاستم، أي يعني أي كوست ألف في ألف نعملها، وهاي كرييت. بدنا نبين أو نحط اللي هي المفاهيم الأساسية في موضوع البنتول. طبعا البنتول هاي البنتول احنا موجودة عندنا، ممكن نحط حرف البي تبع البي، ممكن يصير لو يعني مثلا واقف انت على اي اداة هنا وكنت ورحت حطيت حرف البي بالستاين في اللي هو على على الكيبورد، بنتقل مباشرة لايش، للبنتول زي ما انت شايف. طيب البنتول هذه اداة انت من خلالها ممكن تحدد، ممكن ترسم اشكال زي ما شفنا. فعندك هنا يعني اما بتاخد شيب او بتاخد باث زي ما كنا زي ما احنا عارفين. فاذا انا قبل ما اجي مثلا بدي اعمل مثلا شيب معين، خلينا نيجي ونشوف كيف نتعامل معها. الان احنا عارفين لو جينا ضغطنا هنا ضغطة وحطينا كمان ضغطة هنا، ايش بيعمل لنا هذا؟ بيعمل لنا خط مستقيم، تمام. لكن لو جينا وتراجعنا زي هيك وروحنا ضغطنا مثلا في مكان اخر زي هيك عندنا مثلا في المنطقة هذه، وضلينا ضاغطين وسحبنا زي هيك، بصير في عندنا ايش؟ بصير في عندنا التقعر اللي احنا ما يعني ماشيين فيه. طيب الان ايش قصة التقعر هذا اللي ظهر عندنا؟ اللي صار عندنا انه احنا اول شيء بدينا ناخذ شكل، فهو بروح بما بيعبي الشكل اللي احنا موجود عندنا، تمام. لاحظ في شغلة عندنا هان، في صار في عندنا جزئين لهذا الكيرف، اللي هو في عندنا جزء امامي وفي عندنا جزء علوي. طيب كيف بدنا نتحكم في هذا الكيرف؟ لو ضغطنا على على كنترول وسحبنا زي هيك، شايفين لو انا ضغطت على كنترول الجزء اللي اسفل هذا، انا بصير اتحكم في ايش؟ في الكيرف كيف ما بدي. يعني الكيرف انا مش عاجبني زي تو كيف ارتسم، فممكن انا ارجع وارسمه زي هيك بالشكل هذا. طيب او امسك الت ايضا واسحب، عفوا كنترول واسحب ايضا من فوق، شايفين انتو كيف بصير مثلا الجزء زي ما بدك انت، بتصير تحرك زي ايش؟ زي ما بدك. طيب الان اللي بدي الان، طيب ليش في جزء فوق وجزء تحت؟
الآن الجزء اللي فوق بتحكم في اللي هو الشكل ككل، واللي تحت بتحكم في مكانه. فمثلا طيب كيف بدي انا اتحكم في اللي فوق من غير اللي تحت؟ بضغط على الت، شايف الت، وايش بصير؟ بحرك في اللي تحت، شايفين كيف بحرك في اللي تحت؟ طيب لو انا بدي اضغط على الت واحرك في اللي فوق، هاي اللي فوق هيو صار يضغط، بدك تحرك اللي فوق واللي تحت يضل ثابت، بتحرك بس بتضغط على الت بتحرك الالت. طيب ايش فرقت انه انا اتحرك اللي فوق ما اتحركش اللي تحت؟ لما انت حركت اللي فوق بس حركت الشكل، لكن لما بدك تيجي تحرك كل مثلا قلت هنا كنترول كنترول، فانت بتصير ايش تتحكم في الشكل ككل. طيب كنترول زد هاي تمام. طيب الان لو اجيت انت ورحت بدك الان مثلا على سبيل المثال تعمل زي كيف مثلا الشكل زي هذا الشكل، يعني يكون فوق قوس وتحت زي هيك جاي بمثلث، يعني زي نص دائرة محطوطة فوق مثلث، والقاعدة تحت المثلث في يعني في نص الدائرة. فلو جينا بدنا نعمل خط مستقيم الآن وعملنا زي هيك، ايش حنلاقي؟ حنلاقي راح يعمل لنا ايش؟ تقعر. طب ليش عمل لنا تقعر هذا؟ لانه احنا قبل هيك عاملين ايش؟ تقعر. عاملين ايش؟ تقعر تمام. طيب طيب الان ايش كيف بدنا يعني بدنا نقيم التقعر هذا؟ اعمل كنترول زد وتعال. الان لما بدك تقيم اللي هي تعمل خط مستقيم، الان بتعمل كنترول وبتيجي بتضغط على النقطة هذه، شايف النقطة هذه؟ كنت الت مش كنترول، الت، وبتضغط على النقطة هذه اللي هي جاية اللي منها التكملة. فالان انت ايش اللي عملته؟ قلت له لا انا هالوقت اللي بدي اعمل الخط الجديد هذا خط مستقيم، ما فيش فيه او يعني شكله مش تابع لمين؟ للشكل اللي عملته في الاول. فبتيجي مثلا الان بدك تعمل خط مستقيم زي هيك، مثلا نقطة هانها هاي خط مستقيم، وهي هاي خط مستقيم، فهنا ايش؟ هاي عملت الشكل اللي انت بدك اياه. واضح؟ هاي كمان واضح يا شباب ولا كيف؟ طلع عندي انا لاحظ ها كمان مرة، بدي تتأكد حالك انك فاهم البنتول، لانها مهمة جدا البنتول هذه. الان انت بدنا نيجي نرسم هالرسمة، جو هيك بنص دائرة وتحتها ايش؟ مثلث. طيب قلنا احنا بنيجي اول ايش نعمل نقطة مثلا زي هنا تمام، وبدي اجي اعمل قوس هالوقت، فباجي على نفس المستوى. طبعا ممكن تاخذ انت من هنا هيك وتحط لك هنا مثلا زي هيك جايد لاين، وتحط لك نقطة تانية هنا مثلا، وتيجي ايش الان تعمل لك ايش زي هيك جوز، او مثلا شايف انت كل ما بتكبر بيكبر الجوز زي ما بدك تمام. فمثلا لو هيك جينا عملنا هاي خلصنا هيك. طيب تمام، الان لاحظ انه احنا شايفين انه التقعر مش مظبوط. ها طيب كيف بدنا نعمل؟ كيف بدنا نسوي؟ بدنا نتحكم فيه. قلت لك بدك تتحكم فيه، بتعمل كنترول وبتيجي للنقطة اللي تحت هذول واحدة من اللي فوق، وبتيجي ايش بتحرك؟ كنترول زد. بنعمل زي هيك لانه احنا طارت من عنا، وبنيجي بنعمل زي هيك كنترول زي هذه مثلا او زي هيك مثلا تمام، هاي زي ها تمام. الان بدي اجي اعمل كنترول وامسك هذه، ليش؟ لانه حاسس التقعر مش مظبوط، او التقعر فيه عالي او واطي، فبتحكم فيه زي ما بديها تمام. بضغط كنترول وبمسك اي طرف من الطرفين. طيب قلنا ليش احنا في عنا واحد فوق وواحد تحت؟
لاحظ لما احنا تحكمنا فيه، لو احنا بدنا واحد نتحكم فيه مش التنين، بنروح بنعمل الت وبنمسك القطعه اللي بدنا اياها. فبدي مثلا اللي تحتها بدي اياها مثلا اصغرها، بديها بديش اياها، بدي اصغرها كلها، بدي اصغرها، بدي اكبرها، بعيش بتحكم فيها. تمام، بضلني ضاغط على الت. تمام، نصغر بس ندفع عشان نجيب اللي فوق، هذه اللي فوق، ونيجي مثلا الت هذه، ها الت، نرجع لالت هان، ونيجي نتحكم في ايش هاي، شايفه ساعه بدي اجيبها هان، ساعه بدي اجيبها هان، ساعه بدي اوديها هان، ساعه بدي ارجعها تحت هيك ده، ساعه بدي اطلعها فوق. فهذه مهمه جدا تتعامل مع ايش، مع اللي هي هاي اللي زي ما انت شايف كيف قاعد بنكبر وبنصغر في مين، في هذه، بغير انه نتعامل مع اللي تحت. ليش؟ لانه ضغطنا الت وتعاملنا معها فقط. طب لاحظ انه هنا ايضا التقعر مش مظبوط، بدي اجيبها بايش، بمكان اخر، ها بعمل الت وبايش بجيب بالشكل هذا، او بجيبها بالشكل هذا حسب ايش اللي بدي اياه. طبعا انا شايفها مش مظبوطة، كنترول زد، ها الت، وبسحب من هنا هيك الت، وبسحب هيك ده زي ما بدي، كنترول زيرو يرجع لنا ايش الحجم اللي بدنا اياه هان. طيب الان اللي بنقوله، طب انا لو بدي اجي اعمل مثلث تحت، بدي اعمل مثلث كمان مثلا، المثلث لهنا مثلا احطه، لو جيت عملت هان بدي اعمل اللي هو خط مستقيم، الان لو ضغطت هان ايش راح يعمل لي؟ راح يعمل لي ضلع بس ايش، مقعر او زي الدائره. ليش؟ لانه هو بيعتبر انه انت قاعد لسه بتكمل الرسمه، بتكمل ايش الرسمه. فانت كيف بدك تقول له لا انا بديش اكمل الرسمه؟ معناته تكمل الرسمه يعني انت هذا بدك تحذفه، هذا اللي طالع بدك تحذفه. طب كيف بدنا نحذفه هذا اللي طالع اللي هو الضلع اللي تحت هذا اللي احنا شايفين عندنا؟ بضغط على الت وبضغط على النقطة اللي في النص، شايفين النقطة اللي في النص، بضغط عليها هيك، خلاص هاي ضغط، هي ضيعتها. ايش معنى ضيعت النقطة؟ يعني قلت له انا الضلع اللي جاي هو ضلع مستقل، ملهوش دعوة في مين، في اللي هو في اللي هو هذا الكلام. فباجي لو جيت ضغطت على النقطة هذه هنا، هاي نقطة زي هيك، الآن ايش راح رسم لي؟ راح رسم لي ضلع ايش؟ مستقيم. الآن عشان اسكر القسم باجي او الشكل، باجي بسكره زي هيك وبعمله ايش بالشكل الموجود عندي. وضح كيف نتحكم في اللي هي البنتول هذه؟ الآن حنشوف كيف لما نيجي مثلا نرسم الرسومات اللي بدنا إياها ونتعامل معها. تمام، مين عنده سؤال يا شباب؟ تعالوا نشوف كيف نعمل الرسمة للمرة اللي فاتت عملناها. طيب نيجي نعمل كنترول زد، ها هذه كله مش عاجبنا، كنترول وهاي انتر، خلصنا من الشكل هذا. طبعا اشكال انت بتقدر تعمل معاهم قد ما بدك اشكال، وايش ما فيش داعي لاي مشكلة. تمام، لو جينا نعمل زي المرة اللي فاتت اللي هي الشكل اللي احنا اخدناه ايمج هنا روتيشن 100000 1000، هذا مربع مش حيبين عندنا. طيب لو جينا على الرسم المرة اللي فاتت، تعال نشوف تبعت الشهادة، لو قلنا احنا كيف كان هو شكلها، لو جينا هنا اوبن ايش هنا، لو عملنا اوبن
لو جينا شفنا هذه الآن، هذه الجزئية اللي بدنا نعملها هاي. ها تيجي وتعال نشوف كيف، زي ما عملنا المرة الماضية. ايش جينا عملنا هنا؟ هاي بتيجي بتعمل لك نقطة من هان، تمام، وبعدين نقطة هان، وبعدين ايش، او نقطة هنا، نقطة هان، نقطة هان، بعدين بدك تيجي تعمل لك نقطة هنا وتقعر الشغل. اول اشي تعال جيب لك هنا عشان تقسم شغلك، دائما حط الجايد لاين هنا مهمة جدا. فتيجي مثلا تحط نقطة هنا، تمام، هاي نقطة هان، نقطة هنا، أو كيف إن نقطة هنا، وعندنا نقطة هان، بس كيف حتيجي الوقت هذا، نقطة هان ونقطة هان، احنا عكسناها، طيب احنا عكس عكس عملنا، المفروض العكس، يعني كيف نيجي نعمل؟ نقطة هان ونقطة هانا، أو تبدأ أنت من هان مثلا زي هيك، زي هان، شايفة؟ ممكن تعمل زي هيك، إذا بدكش تعمل زي هديك تعمل زي هيك وتخليها مستقيمة، تمام، وتيجي تعمل نقطة هان. ها لاحظ الآن أنت لو ضليتك زي ما هيك وعملت نقطة هان، إيش لاحظ صار عندك؟ صار عندك تقعر جديد. فإحنا قلنا لا، بدنا نقيم هذا الكلام. كيف نروح نقيمه؟ بنقول منيجي زي هنا بالألت، وإيش بنضغط؟ وبنضغط بالنص، هاي ضيعناها، ونيجي بنقول له اعمل لنا هنا نقطة جديدة، هاي نقطة جديدة، هاي سكر لنا مين؟ هذا الكلام. الآن نيجي مثلا بدك تيجي تعمل لك مثلا كنترول جي مثلا، هاي طبقة تانية، وفي نفس الوقت تقول له تقف عليها الت مع تي، كنترول تي، ايش هون، هذه نقول له دوبليكيت لاير، نخليها دوبليكيت، ونقول له هنا افلي احنا عملناها هنا وما سكرناش، هاي لازم نسكرها زي هيك، تمام، ونيجي نقول له هنا دوبليكيت، او نيجي باليمين بعد ما نعمل كنترول تي نقول له ايش فليب هوريزونتال، فنيجي هنا فليب هوريزونتال وناخده زي هنا، نعمل بالشكل هذا. طبعا انت زي ما انت شايف بالبين تول ايش بتقدر تتحكم فيها اكتر في مواضيع الرسم. طيب مثلا هذه اللي هنا اللي اجتنا هذه هكذا، نعمل نقطة هان ونقطة هنا، تمام، هاي مثلا على سبيل المثال لو بدك تيجي تعمل مثلا نقطة، هاي بين تول على البي، لو مثلا بدك تيجي تعمل نقطة هان، ها، وتعمل كمان نقطة هان هيك، ها مثلا زي هيك، ها أو زي هيك، مش يعني مش كتير هيك، تمام. الآن نفس الموضوع، ألت تقف، هاي تيجي مثلا إنك تعمل لك رسمة هان هيك، سكرها، تيجي تسكرها هنا،
يعني المقصد انه انت زي ما بدك تتحكم بتصير في ايش، في الرسمة اللي موجودة عندك. ف بتحب تصور انه البنتول يعني في عملية الرسم افضل، وانت اتقانك زي ما قلت لك الها بيكون افضل، تمام؟ فبدك تدرب حالك عليها كيف تتعامل معها. طيب الان بنتول ايضا يا شباب مهمة في عملية ايش، القص للصور. القص لايش؟ للصور. فلو مثلا جبنا من الصور اللي موجودين عندنا احنا هنا، ايش بدنا نعمل الان؟ تعالوا نشوف كيف بدنا نعمل الصور. وين الصور اللي نزلناهم احنا هنا تو عندنا؟ الصور اللي نزلناهم الداونلود هنا، هدول الصور. هذه مثلا نيجي ناخد الوردة هذه مثلا ونحطها على الفوتوشوب زي هيك ونحطها هنا، تمام. الآن لو احنا اجينا بكرة قال لك في الامتحان فرغ لي هذه الصورة، كيف بدك تفرغ اللي هي هذه الشكل عن غيره؟ نيجي نكبر مثلا هنا. هتقول لي احنا اتعلمنا اكتر من طريقة، صح ولا لا؟ مين يقدر يقولنا ايش في طريقة نفرغ فيها هذه الصورة او هذه الوردة عن الخلفية اللي ورا؟ طبعا احنا لما تكون الالوان يا شباب مختلفة في عنا سهولة في عملية الفصل. يعني لو عندك هذا اخضر وهذا الزهري زي ما انت شايف، الفصل بتم بكل سهولة. يعني لو رحنا هنا على الخصائص وجينا هنا على اكشن كويك اكشن وقلنا له ريموف، اكيد كلكم متذكرين هذه الخاصية، ورحنا عملنا له ريموف، تمام. نشوف كيف بده يجيب لنا الخلفية هذه. بيجيب لنا، شايفين ايش اللي صار عندك؟ اللي صار انه هو بس قص ايش هنا، راح قص لك بس الالوان المختلفة. وبالتالي انت لما بدك تيجي تشتغل هذا الشغل غلط. ليش؟ لانه الوردة الساق تبعها كله طار. طب ها كيف بدك تعمل؟ او حتى كمان لو رحت انت كنترول زد هيك ورحت حتى بالسمارت اوبجيك هنا وقلت له هنا اعمل لي هيك مثلا، اشوف ايش بده يعلم لك بالسمارت اوبجيك. بالسمارت اوبجيك ها ممكن يعني جاب لك اياها. وهذه السمارت البلك هذه جديده في وين؟ في 2020، يعني في بدك تكون عارفها. فهنا بتيجي بتقدر تعمل ايش انت هنا؟ كنترول جي ايش، طبقة جديدة وايش، وتفرغها فيتفرغت. طيب لكن احنا اللي بنقوله سواء كنت زي هذه الطريقة، الافضل انك كمحترف وتطلع الصور كاحترافية انك تستخدم اللي هو يا شباب مين؟ اللي هي البن تول. طيب كيف بدنا نستخدم البن تول الان؟ تعالوا نجرب ونشوف كيف بدنا نتعامل مع البن تول في عملية اختيار الاشكال. اختيار ايش؟ الاشكال. نكبر هنا ونشوف كيف نتعامل مع تكبير الاشكال. نيجي ناخد هاي البنتول، اول اشي بدك تيجي تعمل نقطة زي هنا. طبعا حاول تفوت ان دائما لما تشتغل اعمل انك انت تكون داخل الشكل مش خارجه عشان ايش تاخد التعليمات صح. فاعمل نقطة هنا داخل الشكل واعمل لك نقطة هنا. طبعا في عندنا هنا نتوءات، بدك تكون انت دقيق في ايش، في اللي هو اختيار. طبعا زي ما انت شايفها في شغلات انت يعني بدك تدقق فيها وتايش وتطلعها صح، مثلا زي هيك ده. لكن لو جيت كبرت شوية هنا، كبرت الآن، هتلاحظ ايش في عندك هنا. صار في عندك شغلات انت ماخدهم، فانت بدك تكون
تصير شوية شوية تاخذ بيش بالكلام هذا. فمثلا على سبيل المثال لو جينا هانها ودنا ناخذ النقطة هذه، شايف كيف؟ فانت بدك الان تعمل تقعر زي هيك، هاي تقعر. طيب تمام. الان طبعا الكلام هذا بنفعش نحط فيه ايش من الاساس. يلا مين يذكرنا؟ مين ذكرنا بنفعش ايش نحط؟ ايوه لازم نحط هنا باث. بدنا نحط ايش؟ باث. فنحط النقطة ونحط هنا نقطة زي ما انتو شايفين يا شباب. طبعا انت اذا بدك على الصحيح تطلع اشي دقيق جدا، شايفين النتوءات هدول، هدول مفروض لحالك تصير تطلعهم. طب كيف بدي اطلعهم؟ بدك تصير تحط لك نقطة هنا صغيرة زي هيك. طبعا النقطة هذه تكون مقعرة. طبعا الان كيف بدك تسكر؟ بدك تقول له الت هنا وتسكرها وتيجي تعمل نقطة جديدة هانها عشان ايش؟ تاخدها وتيجي تسحب. شايف انت كيف عملنا احنا الجزئية هذه؟ ونيجي نعمل مثلا نقطة هنا ونيجي نعمل نقطة هان. ها شايف كيف نضلنا نعمل النقط هذه والنتوءات كيف ناخدهم معنا في داخل. طبعا تقول لي شغلة مملة والهداك اسهل، انت في الاخر بدك تطلع ايش يعني مصمم محترف مش اي. لاحظ الان هذا خطأ، شايفين كيف؟ هذا مش مستقيم هذه المنطقة. هاي ايش بدي اعمل؟ بعمل هالنقطة نقطة وبضلني ضاغط على هذا بحيث النتيجة ايش؟ اللي هي القوس معانا بالشكل هذا. تمام. حتى لو غلطنا قلنا بنقدر من خلال كنترول ونحرك اللي هو القوس زي ما بدنا. شايفين القوس تبعنا وين نطلعه وننزله بالكنترول. طيب الان هالوقت بدي امشي هنا، لو جيت عملت هيك حيعمل لي قوس هالوقت. لا، بدي اوقف القوس الان، بدي اقول له الت واقطعه من هان، اقطعه من هان، وبعدين اقول له هنا اروح ارسم لي ايش نقطة هنا وخليها مقعرة شوية عشان في تقعر عندي زي هيك. ها وبعدين اجي مثلا زي هان، اجي اقول له اعمل لي نقطة هان. طيب تمام. نيجي الان صار عندنا تقعر كبير، الان ايش بدي اروح اعمل؟ بدي اعمل زي هيك، هاي نقطة هنا مثلا، وارسم زي بالرسم الشكل هذا. طيب ماشي، الان رسمته لكن في عندي جزئية هنا مش مظبوطة. اذا بدي اتحرك بالال بالكنترول واحرك ايش اللي هو الشكل اللي عندي. احرك بمسك اي واحد من هدول وايش بصير احرك. شايفين كيف حركت؟ هاي بدي احرك بالجزء هذا وبالجزئية هذه برضو، ممكن اجي واحرك هيك لفوق اطلعها بحيث انه اخد الرسمة صح. طيب نصغر شوية ونشوف كيف نتعامل مع البنتول. طيب الان هالوقت هذه خلصت هنا لانه الورقة من هان مقعرة اقل من هان. ايش بدي اروح اعمل؟ الت اول اختار البنتول، اعمل الت واقطع لهان. ها في النص اقف اقطع. تمام. واجي هان وارسم نقطة جديدة ها مثلا عند هان تقريبا، لانه مش حيجيب لي التقاعر بالشكل المناسب، حجيب هان واعمل تقاعر هيك. تمام. طبعا لاحظ انه انت لما تكبر التقاعر بتطلعش عندك دقيقة، وبالتالي لابد انك انت تمشي ايش جزء جزء. تعال ونشوف هنا ليش هيك، تعال نسحبه هيك او نسحبه هيك. طبعا الافضل ما تستخدمش هالقد، يكون كبير. تروح بتعمل لعند الجزء هذا لهنا وتعمل لك تقاعر زي هيك، ها بحيث انك انت تطلع الرسمة عندك دقيقة. لاحظ ان عندنا هنا مش حتطلع دقيقة، ليش؟ لانها اخذناها كبيرة. طيب ايضا الت واقطع، وبعدين تعال اعمل له نقطة هنا واعمل له الت زي هيك ده، وبرضه صغر اللي هو مين. طبعا انا شايف انه في عندي ايش هنا اجزاء قاعدة بتطلعش صحيحة، لكن مرة على مرة بتيجي معاك اللي هو الصح، تيجي تقعرها زي هيك هذه.
وقفها زي هيك، بعدين تعلي هنا واعمل تقعر زي هذا هيك ها تقريبا، وتعالي اعمل نقطة زي هنا، وهكذا بتصير انت ايش تشتغل بالشغل الاحترافي اللي موجود عندك. طبعا الشغل هذا بغلب شوية، لكن هو الصح في موضوع اللي هو مين عملية اللي هو كنترول، وظبط هذه بدل ما هي هيك، شايفين كيف اجيبها بالشكل هذا. تمام، الان خلصت من هذا، اجي اعمل نقطة هنا. طبعا كل ما كانت متقاربة النقاط، كل ما قربت نقاط متقاربة يا شباب، كل ما كانت عندك اللي هو الرسمة صح وافضل. انا هطول فيها بالعمدان اني ارسمها كلها، بحيث انه انت ايضا تتعلم كيف احنا بنتعامل مع البنتول بشكل الصحيح. بنتول زي هيك تتعامل، ايوه نيجي الت، انت شايف، لاحظ انت كل شغلك يا الت يا كنتر. كنتر بتحرك وبتشوف المكان، يعني مثلا هذه احنا هي كنترول ومش عاجبنا هذه، ها بنسحبها، نسحبها لجوا، مش عجبانا هذه بنطلعها لبرا بالكنترول، ها بنسحبها لبرا زي هيك، ها شايف انت كيف مش جاية صح، بسحبها وبظبط اللي هي مكانها، كنترول الت بتظبط المكان اللي انت تشتغل فيه. تمام، لو جيت كمان هنا نكمل، جيت حط لك نقطة مثلا هنا، دول عشان في تقاعر هيك غريب، تجيب وتقرب وبتطلع وبتعمل طبعا هذا بنفعش، ليش ما فيش حدا نذكرنا، لانه ما ليجي نيجي من زي هنا نعمل لنا تقاعر زي هان هيك، طبعا غلط لانه هذه احنا مش قلناش ايش، ما عملناهاش زي هيك. بعدين نعملنا واحدة زي هنا ونقعرها، وواحدة هنا. طبعا يا شباب زي ما حكيت لك التقارب كل ما تقربت، طبعا انا بس عشان الان احنا تعلم، لكن الافضل انك انت تكون ايديك اخذت على اللي هو هذا الرسم، ف وبتصير ترسم بالشكل اللي انت بدك اياه. فانا بدي الان احاول اخلص الرسمة، شايفين عشان ما انهنهاش بعمل لي ايش اللي هو هذا، فانا لازم اعمل الت وانهي من هنا الجزء، واجي ارسم رسمة جديدة من هنا، اعمل لي زي هيك وجيني زي هيك، هاخدها واجي ايضا الت واسكر هذا، واجي اعمل نقطة هان، وبعدين اعمل الت وسكر هان، واعمل نقطة هنا، واجي اعمل زي هيك، بعدين اعمل الت اعمل نقطة زي هنا، واعمل زي هيك تقعر، بعدين اعمل الت وسكر، اعمل نقطة هنا واعمل زي هيك، ها الت ايضا نعمل هان، طبعا غلط لانه لازم تكون طبعا حسب ايش اللي هو عندك انت تعمله، هاي هيك مثلا وي الت ونسكر هذه، ممكن هنا ايضا زي هيك، نجي نعمل زي هنا الت هالنقطة ونكبر زي هذه هيك. طبعا لما بدك تيجي ترسم تكون دقيق، بدك تتعامل بايش بشغلة دقيقة اقل من انه احنا يعني تكون نقاط يعني متوازنة، او يعني حسب انت ايش بدك تاخد. فهنا نيجي انا على السريع، بهمش تتعلم ايضا.
شايف انت لما بعدناها في هنا بزبطش، فلازم تيجي تحول لك، تحاول تحط لك نقطة هان هكذا بحيث انها ايش تكون الأمور يعني زي ما انتو شايفين يعني فيها شوية هيك الدقة، لكن الأفضل انه احنا نتعلم عليها زي ما حكيت لك. الشكل هذا احنا عم ايش نحاول نصل للنقطة اللي بدنا اياها. إلى حد ما بدينا نصل للنقطة النهائية، فهنا هيك بكون احنا انهينا تقريبا. فلو جينا عملنا الآن كنترول جي، الآن ايش طلع عنا الشكل اللي موجود عنا؟ طلع ايش عنا؟ طيب المفروض طلع عنا الشكل اللي بدنا اياه. ايش كنترول جي؟ ليش هو ما طلعش كنترول زد؟ تمام. الان سلكشن بنعمل، قول له موافق، فانا اعلم لك اللي هو الشكل اللي انت اخذته الان بالسلكشن. كيف؟ بعد ما خلصت التحديد فوق في عندك سلكشن، شايفه كيف؟ هاي سلكشن فوق، فبتيجي وبتاخد تعمل كنترول جي مثلا، او احنا او بلاش كنترول جي، هنا ناخد نعمل ماسك زي هيك. فالماسك الان كنترول مع اي للماسك الموجود عندنا هنا، بس طبعا نتأكد انه عندنا هنا زي هيك كنترول مع اي. مفروض هنا مش مشكلة دوش هنا، نيجي نعمل زي هيك ونيجي نعمل ايش
الشكل هذا كنترول مع اي، المفروض يعكس لنا. ايش انت عندك؟ الان في عندك سيلكشن، هنا شايف السيلكشن، هاي السيلكشن هان. الان احنا بدنا نيجي هنا ونقول له بعد ما علمنا هاي بالسيلكشن، هاي حدد لنا مين الصورة اللي بدنا اياها. الان الصورة هذا اللي بدنا اياها بنروح نعمل مثلا كوبي زي مثلا من هان، او نيجي نعمل زي هيك هنا، واحنا واقفين على هذه نعمل لها ماسك، واحنا واقفين على مين؟ على الصورة. فهنا هنا زي ما انت شايف عملنا الماسك وطلعنا مين الصورة تبعتنا. لاحظ شغلة مهمة، لما نجيت انا هنا ويعني وما سرعتش في شغلي، شايف الصورة طلعت كأنها ايش؟ كأنها دقيقة، لكن هنا عشان رحت عملت مستقيم او زي ما حتطلع لك اياها اللي هي الكويك سيلكشن او البن سيلكشن، فحطلع زي ما انت شايف لما استعجلنا هنا طلع عندك بعض مين اللي هو الشغلات اللي انت، لكن لما هنا في شغلة دقيقة طلعنا الشغل. كيف مين عنده سؤال يا شباب هنا في موضوع اللي هو البن تول هذه؟ بدك تشتغل عشان اهم اشي تعرف انه في عندك زرين، وتعرف متى تستخدمهم، الالت والكنترول. الكنترول عشان تتحكم في المنحنى، الان بدك عشان ما تكملش معاك تستخدم الالت عشان تقطع وتضرب او وين على النقطة اللي في النص، لمين؟ لهذا الايش الموجود عندك. تمام. طيب مين حدا عنده سؤال؟ يا شباب الآن نشوف رسمة تانية. ايش اللي خلانا انه نلجأ للبن تول، او خلينا ناخذ هذه للبن تول ما نستخدمش اللي هو الاوبجكت؟ الان لو جيت هنا مثلا على سبيل المثال، لو جيت لهنا لاحظ هنا في عندك يعني نشوف بالسمارت اوبجكت او بالريموف، هاي كي حل اول شيء. طبعا ليش هن سؤال ليش هنا اللي هو خصائص الصورة مش جاية؟ مين يجاوب؟ ليش هنا ريموف باك جراوند مش جاية يا شباب؟ مين يقولنا يا شباب؟ مين يقول معنا؟ ليش مش مبينة هان الكويت؟ ايش دخل المصممة؟ مين ايش دخلها هذه؟ قلنا كذا مرة في المحاضرات السابقة، قلنا الصورة لما انت تضيفها على الفوتوشوب بتكون مسكرة، هايها زي ما انت شايف قفل محطوطة. فقلنا اول لازم نفتح القفل او اللوك هذا عشان نغير عليها. بتكاش تغير على الاصل، بتروح بتعمل هيك بالرايت وبتقول له ايش دبليكيت لاير، او ايش بتروح بتعمل كنترول جي زي هيك لاير جديدة عشان تتعامل معها. الان لو رحت هنا على الخصائص هتلاقي الكويك سيلكشن موجودة، هاي لو قلنا ارفع هنا الريموف باك جراوند زي هيك. الان ايش بده يعمل لنا الريموف باك جراوند؟ نشوف كيف بده يعطي بالجهاز هذا او بالريموف باك جراوند ايش حيعمل لنا. ايش صار معانا؟ this will discard the current. لا نشوف لسه عم بيعالج. لسه بيعالج مش اللي هو هذا الكلام. خلص يا دكتور، هي مخلص، هي الليارة طالعة تحت.
احنا سوري احنا مخلصة اللي هي احنا عشان اللي تحت مش خافينها. طلع عندي ايش المشكلة الكبيرة اللي ظهرت في هذه الصورة لما تستخدم انت الريموف؟ فهذا غلط. اذا ايش بدك تروح تلجأ لايش؟ طب نشوف اللي هي الاوبجيك او الكويك اوبجيك اللي موجود عندنا. هنا نخلي هذه طبعا، نعمل كنترول زد نتراجع معاها. كنترول زد، ها كنترول زد كلها هاي نخفيها. لا لو رحنا ايضا للاوبجيك هذا اللي هو الاوبجيك سيلكشن قلنا، ورحنا عملنا هيك نشوف ايش بده يصير معنا، واخترناها كلها ايش حيعملنا الان؟ هان ايش لاحظ ايش صار معك؟ شايفين راح ايضا اختار شغلات احنا مش بدناش اياها، لا بدنا اياها، وايش بدنا اياه بدنا. وبالتالي مش دائما هذه الادوات ايش مفيدة، وبالتالي لازم تروح تتعلم البنتول. فبنروح على البنتول وبنيجي بنشتغل شغلنا. اول اشي نبدأ من هنا، هذا بدك تاخذ القاعدة. لازم ناخذ القاعدة، لانه مثلا بدك تاخذ القاعدة ولا بدون القاعدة بدك؟ لانه القاعدة معاها صح ولا لا؟ مثلا بدك تاخذ القاعدة ولا لا؟ ايش رأيكو ناخذها ولا لا؟ فيش واحد بيقول ولا واحد بيقول لا. ايش مالكم؟ ايوه، لانه بدك انت ستاند واقفه عليها الكاميرا صح ولا لا؟ كانت طايره، وين الكاميرا نصها طاير، فانت هذا وجودها بده انت كانك بدك تغير الخلفيه. فتعالوا نيجي مثلا من هنا، نعمل نقطه من هنا، نقطه من هنا، هاي زي هيك نقطة من هان زي ما حكيت لك، خليك داخل الجسم شوية. لاحظ هان في عنا شوية ايش هيك زي انحناء، فيعني خليك ايش دقيق شوية او تراجع حتى، لانه هان الجزء زي هيك، وتعال جزء زي هان. قلت لك بدك تطلع اشي احترافي، بدك تكبر زي هيك وتقعد ايش تعمل وتمشي نتفة نتفة زي ما بيقولوها، او جزء جزء بسيط بسيط، تعمل زي هيك تكبر وتقعد تمسك جزء جزء. اذا انت معني بدقة عالية في موضوع الايش اللي هو، لو جيت زي هيك طبعا ادخل لجوه شوية، مش مستقيم هذا، فبدك تطلع زي هيك ده، طلع زي قوس صغير. طيب ماشي، الان لو جيت ضليتك زي ما انت هان بنزبطش، تعمل الت وتوقف لهان، وبعدين تعمل لك هان كمان واحده هيك ده. لو جيت هيك مستقيم بنفعش، بدك تطلع هنتفه لبرا زي هيك ده، تمام. حتى الجزء هذا مش مظبوط. طب كيف بدي اعمله؟ قلنا الت ونحركها لمين؟ لبرا شويه زي هيك ده، كنترول ونحركها لبرا اذا ما جاتش معانا. طيب الان هذا مش فيها، بدنا نخلص منها، بنذكر لهان، نيجي نعمل لهان النقطه زي هيك طبعا، ونكبرها زي هيك ندفع. ليش؟ لانها التكبير مهم جدا، تتكبر وتصير تطلع جزء جزء. اذا بدك زي ما حكيت لك بدك شغله احترافيه، بدك تكبر وتصير تاخد جزء جزء. هاي مثلا زي هيك تيجي تعمل، وتيجي بالبن تول تاخد هذا الجزء زي هيك مثلا، تعمل لك جزء زي هنا. ها خلينا نيجي نعمل زي هيك ونطلعها شوية هيك، ها زي هنا. ها الان يجي تقعر جديد، بينفعش اخليه زي ما زي ما انا باك بنقطعه هنا، ونيجي وهيك ده ايش نقعر ونتفه هيك، وبنيجي نوقف زي هان ونقول له هان نقطة جديدة، وإيش نعمل زي هيك، ونيجي نوقف أيضا هان، ونيجي نعمل زي هان، ونيجي نعمل تقعر جديد زي هيك ده، تمام. طبعا
انا شايف انه مش مظبوط. بمسك بمسك زي هيك وبسحبها لجوا بالكنترول، او بدي اطلعها لبرا شوية. طيب الان بدي اخلص منها، بفصلها زي هيك. الموضوع سهل، بس بدك تتعامل مع مين؟ مع البنتول باحترافية، وايش وبشكل زي ما انت شفت. كنترول نطلعها لبرا شوية هيك، عشان ايش نجيبها بصح، ونجيب هاي نعمل هنا ايضا قوس زي هيك، وهنا زي هنا نطلعها شوية هيك ده. نعم زي هيك. طبعا الكنترول نطلع هذه هيك جوا. شغلانة، لكن بدك ايش تحترفها. تعمل زي هيك زي هنا، وهي ارض هيك، وتيجي تعمل لك واحدة هنا، تعمل لك تقعر زي هيك الها زي هنا، وهون زي هيك. تعمل بالشكل اللي انت عاجبك في هذا المجال. طبعا هن كنترول زد. نعمل نقطة هنا التقعر زي هيك، بعدين نقف هنا زي هنا هيك. تمام، اقطع وتعال هيك ده زي هنا، واعمل زي هيك. زي هين هيك. والآن شغلانة جديدة هذه بتاعت ايش اللي هي الدائرة هذه، يعني حتقعد ايش فترة طويلة فيها، فيعني انت كملها، مش حتكون صعبة عليك لانها هتاخد وقت منك كتير. بتمنى يكون التصميم او اللي هو المفهوم من موضوع اللي هو البنتول مهم، يعني خليني مش عارف. المهم يعني بدك تكملها هذه كعندك، فمش عارف اذا حابين نكملها ولا خلاص وضحت الفكرة. يا شباب الصورة هذه كمان شفناها، روح برضه في موضوع اللي هو الريموف باك جراوند، نشوف هاي ايش بده يعمل لنا ريموف باك جراوند. ايش لاحظ عمل عندك هنا؟ مين شاف ايش صار؟ مرة نافذة يا دكتور، كيف؟ ايش عرض؟ ايش بتقول؟ ايش رأيك وايش عمل هنا في الرسمة هذه؟ طب ليش طار كله؟ مين يفسر لنا ليش طار كله؟ وش دخل كنترول اي؟ ها هاي كنترول اي، ايش بده يطلع لنا؟ ايش طلع لنا في الكنترول اي؟ ايش اسمك انت؟ مين اللي قال كنترول اي؟ هاي كنترول اي، وهاي كمان كنترول اي. ايش المشكلة؟ المشكلة يا شباب زي ما حكيت لك، الان البرامج هي تم برمجتها بمعنى باسلوب الذكاء الصناعي او الارتفيشال انتليجنس. الارتفيشال انتليجنس هذا قائم على علم اللي هو تعلم الآلة، بحيث انه انا اليوم لو يا برنامج الفوتوشوب شفت انت عندك غيوم وسماء وكلهم هدول اعتبرهم ايه جزء واحد، وبالتالي لما انت تيجي تقولوا لك ريموف بدك تقيم كل هدول مع بعض، وبالتالي هينا جينا هنا قمناه ومش صار معانا، راح طير لنا الصورة كلها.
تو لما أيضا هناك لما كنا بالأجزاء نفس الموضوع، وبالتالي مش دائما اللي هو الأدوات اللي موجودة عندنا بتكون إيش ب طيب يعني بتأدي الغرض. حتى كمان لو الأوبجكت سيلكشن هذا هو عملنا هيك وروحنا عملنا زي كده على كل الصورة نشوف إيش بده يجيب لنا، إيش هيعلم لنا، علم لنا، شايف علم لنا بعض الأجزاء، لكن في أجزاء مهمة تركها تمام. وحتى في تعليمه للأجزاء في هنا جزء سابه تمام، وفي جزء داخلي وخلاه. فالآن هذه بتيجي عندك البنتول عشان تستخدمها. اليوم بدي منكم هدول الصورتين اللي هم الكاميرا، الثلاث صور هدول اللي احنا عملناهم نعمل لهم تفريغ بالبنتول، بالبنتول تمام. فهذا واجب عليكم ان شاء الله اليوم انك تعملها بالبنتول، بحيث انه انت شايف ايش الفرق اللي ظهر عنا، وايش احنا ليش احيانا من نيجي للبنتول. اذا البنتول عندها شغلتين، اما انت ترسم رسمات واشكال ومهمة جدا، ومهمة مهمة جدا في عمل البطاقات الفلاير اللي زي ما شفنا احنا كيف نعمل الفلايرات، كل هذه الاجزاء ممكن ايش تستخدمها بالبنتول. بتمنى اليوم نشوف